نستعرض مع بعض الشغل الجديد اللي نزل امبارح واول امبارح، اللي الناس كانت عايزه تشوفه على الطبيعه، والناس كانت دايما بتطلب ان انا اصور لها شغل على الطبيعه صور يعني. فالنهارده هنعمل فيديو كامل بالشغل الجديد اللي نزل امبارح، وتعالوا مع بعض نشوف كده. ده طقم السكاكين الجرانيت الاثنين في واحد، الطقم ده ب 10 جنيه نزلناه ب 10 جنيه، السكينه الواحده ب 7 جنيه ونص، الاثنين نزلناهم مع بعض ب 10 جنيه. وفي عندنا كمان لزق الثلاجه وصل، طبعا كان خلص الاسبوع اللي فات والناس كتيره طلبته، طبعا اشكال كتير، اشكال عشوائي وحاجه جديده. هو خشب طبعا وبالمغناطيس بتاعه، الكارت فيه 6 قطع، طبعا الست قطع اشكال مختلفه، الكارت اللي بعده اشكال تانية خالص، في اشكال كتيره جميله يعني، بيغير شكل الثلاجه خالص. الكارت ب 15 جنيه ان شاء الله نزلناه ب 15 جنيه. وفي عندنا طبعا الدبل بيس ال 5 متر، طبعا معروف كان مش موجود الاسبوع اللي فات والناس طلبته تاني، ال 5 متر نازل ب 35 جنيه. وعندنا طبعا معلقه الخشب البني كبيره، المعلقه الاتسال والجرانيت والسيراميك طبعا كانت خلصت برده الاسبوع اللي فات وجبناها تاني، المعلقه ب 10 جنيه حجم كبير. وعندنا طبعا السكريه العثماني نازله بثلاث الوان، ده حجمها اهو على الطبيعه عشان برضو الناس اللي طلبت تشوف حجمها، ودي الوانها ثلاث الوان، ده الاسود وده الاحمر وفي الشفاف بتاعها وفي اللون الرابع اللي هو اللون الابيض زي ده كده. دول الاربع الوان بتوع السكريه العثمان. شنطه المكياج كانت الناس عايزه تشوف تقسيماتها برضه على الطبيعه تقسيماتها، طبعا في الوان منها كتير، ده اللون الاسود بتاعها طبعا بتشتغل، هي مش شنطه مكياج بس، ممكن تشتغل لشنط لشنطه عده مثلا او ادوات رجالي او حريمي، فممكن حضرتك تستخدميها في هي. بص ده عم الصور مع بعض، في حاجات انا مش قادر افهم فيها كويس، بس تقريبا هي دي الخانات اللي ممكن حضرتك تحطي فيها الصوابع الروج او الايلاينر والحاجات دي يعني. فيها هنا برضو ده المفروض انها مفتوحه، او ده جراب لحاجه معينه. في هنا شنطه زي كده باتنين شدات كده، حبل برضو بتقفل على الحاجه اللي جوه. تمام، الشنطه طبعا خامه مشمع برضه تقيل يعني، مش سهل ان هي السلسله بتاعتها وليها مقبض يد. في يعني في رجاله خدت منها برضه لاستخداماتهم الشخصيه يعني. المهم في عندنا تاني هي الشنطه دي، انا اسف، الشنطه دي احنا نزلناها ب 40 جنيه ان شاء الله. وفي عندنا الجراب الريموت برضه بالوانه، هو موجود منه مقاسين، المقاسين مش بعيد عن بعض يعني قريبين من بعض، دي الوانه وده شكله على الطبيعه، بفيونكه برضه دونتيل حاجات زي كده. وهنا شفاف طبعا عشان يعكس في التقليب من الريموت والحاجه، وده الغطا السيليكون تقريبا هو مقاس 20 عشان الناس برضه طلبت تعرف مقاسه. ده الغطا السيليكون الحراري يعني الميكرويف او الاكل او الاطباق، ده طبعا معاه جوان عشان يمنع تسريب المياه او تسريب الهواء بره، ده نزلناه ب 10 جنيه. وفي عندنا الصينيه اللي هي مصفه بتاعت المقليات والبطاطس، هي مصفه بالصينيه بتاعتها، هي جميله حتى كمان في التقديم يعني، حضرتك ممكن تصفي عليها وتقدميها. دي صينيه طبعا معدن بالكامل ومطلي ومجلفن ضد الصدى طبعا خالص، دي المصفى ودي الصينيه اللي هتبقى تحتيها اللي هيتصفى عليها، حضرتك ممكن تحطيها وتطلعي من الزيت عليها على طول، هي بتصفي تحت في الصينيه اللي تحت، ممكن حضرتك تقدمي بيها او تطلعي منها على طبق. الصينيه دي عمليه جدا وكانت موجوده من فتره ولسه نازله، لسه نازله امبارح يعني. الصينيه دي نزلناها ب 145 جنيه ان شاء الله، حجمها كبير برده حلو يعني تاخد كتير يعني. في عندنا طبعا الرول الرخامي والاسود طبعا الناس بتطلبه، وده اللون الابيض في اسود، وفي الوان كتير جدا، في 2 متر و5 متر و10 متر و15 متر. ال 2 متر ب 10 جنيه وال5 متر ب 20 وال 10 متر ب 45، ال 10 مقفول 10 متر صحيحه،
وال 15 متر ب 65 جنيه ان شاء الله. طبعا متوفر بكل انواعه، بكل الوانه وكل مقاساته، الاربع مقاسات موجودين. وطبعا دي الناس كلها طلبتها. ثانية واحدة. ده المونكي اللي هو الكويست اللي هو بتاع المستفيد ده اللي بيعمل الوش. طبعا موجود منه مقاسين، ده المقاس ده تركي طبعا وصنع في تركيا، ودي الوانه. وموجود منه مقاسين 350 مللي عامل 55 جنيه. وناس كتيره طلبت المونكي ده بصراحه، واحنا ما نقدرش نتاخر عنه. ده المقاس الصغير 350 مللي 55 جنيه. ده المقاس الكبير 900 مللي، ده كبير للناس الكيفة اللي بتشرب احجام كبيرة يعني وكميات كبيرة. ده 900 مللي ب 85 جنيه. طبعا دي الخامة، دي ازاز كفر بلاستيك، اليد بلاستيك. يعني هو اكيد انت استخداماتها موجودة في الفيديو عندنا، احنا نزلنا فيديو بطريقة استخدامه، تقدروا تتابعوا الجروب. طبعا مش هنوصيكم، يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. احنا بننزل على طول كل شغلنا على قناتنا على اليوتيوب. يا ريت تشتركوا في القناه، لو مش هتقدروا تدخلوا عن طريق اللينك، هتدخلوا هتكتبوا في اليوتيوب مجدي الالات المنزليه بالعربي، ان شاء الله هتلاقوا القناه وحاولوا تشتركوا فيها وتابعونا. وان شاء الله كل جديد، كل يوم ان شاء الله في فيديوهات للشغل الجديد طبعا ولايف، واكيد ان شاء الله كل فيديوهاتنا هتعجبكم باذن الله. طبعا ده المج بالغطا البورسلين بالمعلقه. طبعا المج ده عمل ضجه جامده في الاسماعيليه يعني، والناس كلها تقريبا قربنا نخلص. ده مج النسكافيه والشاي، الناس في ناس بتحب الشغل الحلو ده، بيبقى فعلا محتاجين حاجه يعني تبقى مختلفة عن المجات العادية، وأكيد هتلاقوها عند مجدي بإذن الله. ده المج النسكافيه ومج الشوربة برضو، نازل برضو بألوانه بأربع ألوان، باللبني والأسود والأبيض والروز. ممكن نشوف مع بعض، ده مج الشوربة وده الغطا بتاعه، غطا فيونكة. بالشكل ده المج الواحد ب 85 جنيه، والمج النسكافيه ب 75 جنيه. وكمان عندنا المج التوينز، اثنين مج، اثنين لون مختلف، سعره حلو جدا المج ده وحجمه كبير. المج دوت عامل 65 جنيه القطعتين، العلبه فيها اثنين، ده لون وده لون. طبعا ممكن تختاري حضرتك الالوان اللي انت عايزاها، في اكتر من لون، في روز وفي موف، ممكن تختاري اللونين اللي بتحبيهم وتحطيهم في العلبه عادي، احنا ممكن نشكل لك العلبه زي ما انت عايز. في كمان عندنا الترمس الارنو، ده موجود لحجمه اهو 300 مللي، من جوه ستانلس تمام، وطبعا بيحفظ الحراره. وفي ناس كتيرة بتاخده للقهوة او هي كوباية واحدة كبيرة، موجود بألوانه طبعا اهو تمام. ده تقريبا كده الشغل اللي نزل جديد امبارح، ويا رب يعجبكم يا رب، واتمنى ان انتوا برضه تشتركوا في القناة تاني، مش هفكركم، وتابعونا ان شاء الله، وكل يوم عندنا فيديوهات جديدة ان شاء الله هتعجبكم. سلام عليكم.